عندنا ملفات كتيرة جدا في الدوريات الأوروبية هنتكلم عنها بالتفصيل، انتقال كريستيانو رونالدو، سقوط تشيلسي، ليفربول، عن كمان انتفاضة هنا يوفنتوس، مع التفاصيل بقى كلها مش بس كده عناوين، أكيد مع ضيفتنا العزيزة منى عمر الناقدة الرياضية. بونجور. كل سنة وأنت طيبة يا رب، وأول مرة معانا في 23. بالظبط، أول مرة. بونجور يا نهاوند، بونجور يا كريم، وكل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله سنة سعيدة علينا جميعا. بالصحة والسلامة، ودايما بنسعد بوجودك معانا، وطالما منى حاضرة معانا يبقى الكلام عالمي، وبنتكلم على الدوريات الأوروبية. بس تعالي بعد إذنك قبل ما نروح للدوريات الأوروبية، تعالي نروح عند اللقطات اللي هي كانت صاحبة الانتشار الأوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي كام يوم اللي فات، وطبعا انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر بكل تفاصيله، بكل تحابيشه، بجورجينا رودريجيز، بالعباية الخليجية، بكل الحاجات. كيف رأيتي هذا الانتقال؟ لأن الحقيقة الناس اتقسمت إلى حد كبير نصين، نص شايف إن هو كان لازم يعمل كده عشان يعني يستغل لحتى آخر قطرة نجوميته وتاريخه الاستثنائي، وناس تانية شافت إن دي مش النهاية المثلى ليه مشواره ورحلته. انا مع الناس التانيين. انت مع الناس التانيين. اه، دي ما كانتش النهايه المثاليه لرونالدو، او هي ممكن ما تكونش لسه النهايه، يعني الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في مستقبله خلال الفترات الجايه، او بالتحديد مثلا مع بدايه الميركاتو الصيفي، لان كانت صحيفه ماركا كانت فجرت مفاجاه كده بعد توقيع رونالدو مع النصر، وقالت ان في بند في عقده هيسمح له ان هو ممكن ينتقل لنيوكاسل مع بدايه الميركاتو الصيفي. الله الله. في حاله لو نيوكاسل حجز مقعد في دوري ابطال اوروبا. بس احنا كنا سالنا صحفي سعودي كان معانا على التليفون يا كريم، ونفى. سالنا النقطه دي ونفى. ما هو رئيس النادي، رئيس نادي النصر اصلا، كان نفى. طيب. القصه يبقى دي يبقى ربما مش معلومه هي اكيدة. هي مش معلومه اكيد. انا قلت هي على عهده صحيفه ماركا، هي اللي كانت قالت كده. الموضوع مش 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 بس اساسي. دي يعني دي ممكن تكون حاجه منطقيه ان هي تحصل. وارد. اللي كان مش منطقي اصلا كان انتقال رونالدو للنصر. طبعا. يعني احنا لو تفتكر احنا كان في حلقه كانت قبل راس السنه، قبل راس السنه بالظبط، وكريم سالتني على انتقال رونالدو الى النصر، قلت لك الموضوع اعتقد انه مش صحيح، واعتقد ان هو صعب. حتى كانت اخته كانت نكته بالظبط، اخذت سكرين شوت ونزلتها على ستوري انستجرام، وقالت ان دي نكته العام. فوجئنا ان هي مش نكته، فوجئنا ان الموضوع حقيقي، ورونالدو وقع عقده مع النصر، وشفناه هو لابس التيشيرت الاصفر. الى الان بعض مشجعي او بعض محبي كريستيانو رونالدو مش بالظبط مش مستوعبين اللي هم شايفينه قدامهم. قد يكون رونالدو ما كانش عنده خيار افضل من ده. الموضوع انتقاله، اعتقد انتقاله يعني كهو كلاعب انتقال مادي، اعتقد يعني رونالدو مش هيستفيد اكتر ما هيفيد، يعني هو اللي هيفيد اكتر. طبعا مع احترامي طبعا للدوري السعودي والفرق الدوري السعودي، لكن احنا بنتكلم على كريستيانو رونالدو اصلا كتاريخ بطولات كريستيانو رونالدو اكتر من تاريخ بطولات نادي النصر يعني. فرونالدو هو اللي هيفيد اكتر ما طبعا هو استفادته هي هتبقى ماديه اكتر منها بطولات، او ان هو مش رايح يحصل على بطولات، او هو بيدور على بطولات. لا، مش مجرد استفاده ماديه، احنا بنتكلم على صوره ضخمه من الدنانير الذهبيه. اكيد الوضع بالزبط. مغري جدا لاي حد يحط نفسه. بنتكلم في 200 مليون يورو في السيزون يعني. بس انا لا اعتقد، لو تاخد وجهه نظري يعني، انا مش شايفه ان الموضوع ليه علاقه بماده خالص. الموضوع ليه علاقه ان كريستيانو كان اصيب باحباط الفتره اللي فاتت، وعدم تقدير كبير جدا، حتى ثقه الجماهير فيه ما اصبحتش زي الاول، فهو كان محتاج حاجه تعيد ليه الثقه تاني وتدي له القيمه تاني والمكانه تاني، وده حصل مع النصر السعودي. هو كان عارف ان هو لما هيروح هو هياخد البرستيج اللي هو محتاجه قد كان بالمناسبه، وان هو هيبقى اضافه كبيره جدا، وهو فقد ده في اوروبا، وفقد ده مع الأندية الكبرى في أوروبا. فمعلش يعني هي قصة مش مادية على قد ده. أنا حميل للرأي ده. محدش هيدافع عن رونالدو قد كان هوايت. ده الغالي. ده ابني الكبير. لا بس يعني دي وجهة نظر مطروحة برضو، خلي بالك. هو كان بيفتقد ده، هو بيفتقد التقدير، وكون أصلا أن هو يسترس على نقطة أنه جاله عروض أخرى دون الحديث عن إيه هي العروض، ده في حد ذاته يؤكد انه ما جالوش عروض اخرى. بالظبط. ف
فهو كان محتاج ده، مش محتاج ان هو ينهي المسيره يا كريم مش بالشكل المؤسف اللي كان سواء مع المنتخب او مع مانشستر يونايتد. فيعني انا وجهه نظري هي ما كانتش هتبقى نهايه مؤسفه خالص لرونالدو لو كان اعلن اعتزاله سواء دولي سواء محلي. ما يلعبش اساسي مع المنتخب وفي مانشستر يونايتد يهان بهذا الشكل وتقولي مش نهايه وحشه؟ لا انا مش شايفاه ان هي النهايه المأساويه يعني بالنسبه لتاريخ كريستيانو رونالدو. اصلا مش هنختزل مشوار رونالدو كله في بس دايما في اللقطه الاخيره الاساطير دي بتبقى عايزه الفينال بتاعهم او الاعتزال بتاعهم يبقى بنفس المستوى، وما كانش نفس المستوى. طيب هل هو هيبقى بنفس المستوى لو اعتزل مع النصر؟ ما هو بقى هنا في رايين، في راي زي ما كريم بيتكلم وفي راي تاني يقول لك حتى لو احرز 100 هدف اللي حتى لو عمل يعني طفره في الدوري السعودي، حتى لو فاز مش عارف بايه، هو ده هيضاف لرصيده ولا مش هيضاف؟ ان كده مش هيضاف حاجه في رصيده، يعني ده موجود وده موجود بالزبط. بس هي عشان كده بنقول القيمه المعنويه كانت اعلى هنا من القيمه الماديه ومن قيمه اي حاجه تانية. هو الحاجه الاكيده انه الهزه اللي اتهزها اللي انت كنت بتتكلمي عنها في الفتره الاخيره اكيد برضو كان ليها دور ما في رؤيته وفي حساباته. انا شايفه ان ده هو قرار ممكن يكون اكيد هو ادرى بالتفاصيل. انا شايفه كده. احنا نكلمه بقى ملهاش حل تاني. والله نعرف من المنبع طبعا المصدر. انا شايفه قرار مهزوز. الا كريستيانو يا منى. الا كريستيانو يا منى. مش عارفه اخد راحتي. لا بس للامانه احنا بنتكلم على شخص استثنائي. ده حقيقي. ده حقيقي ما اختلفناش. بس انا شفت ده قرار لا قرار مهزوز مش طب اقول لك على حاجه. تعالي نحيد كريستيانو مؤقتا. اوكي. ميسي وضعه ايه بقى؟ بالنسبه يعني ميسي وضعه ايه مع فريقه؟ غالبا هيجدد العقد. كل التقارير بتتكلم في كده ان هو هيجدد سيزون كمان مع باريس سان جيرمان. هو ما اعلنش اعتزاله الدولي. هو قال انا حابب اكمل او العب مع الارجنتين وانا بطل كاس العالم. بس هو قال انه ان كاس العالم 2022 دي كانت اخر كاس عالم ليه. ربما بقى يشارك في بطولات اخرى مع منتخب الارجنتين، ربما يكون في قرارات ليه اخرى مستقبلا يعني بخصوص الاعتزال الدولي. لكن مع باريس كل التقارير بتتكلم ان هو خلاص هيمدد كمان سنه مع باريس. يعني هو الوضع المقلق هنا يعني ليفربول، مش هتكلم عن تشيلسي، هتكلم دلوقتي عن ليفربول. في ايه بقى يعني بدايه من رحيل ساديو ماني والوضع مربك، ولا يمكن يكون ليفربول ليفربول من الفرق اللي هي تتوقف على النجم الواحد، لان ليفربول ما هوش النجم الواحد او الاوحد، وساديو ماني ما كانش النجم الاوحد. يعني انت عندك نجوم كتيره جدا منهم صلاح في ليفربول، فليه مع رحيل ساديو ماني ابتدى الارو او الليفل بتاع ليفربول ينزل، وينزل بوضوح وينزل مره واحده؟ هل ده راجع للخطه اللي كان عاملها المختلفه اللي هو المدير الفني، فكره هنا برضو المراكز اللي قاعد يلعب فيها، ولا فكره معنويات فرقة، معنويات اللعيبة بعد رحيل ساديو ماني، ولا فكرة التناغم اللي مش موجود دلوقتي بين محمد صلاح وبعض اللاعبين اللي أحلوا محل ساديو ماني؟ خليني يعني نفهم. هي مجموعة عوامل، مش عامل واحد اللي هنقدر نلقي عليه اللوم يعني، أو نقول هو ده السبب الرئيسي. من ضمنهم رحيل ساديو ماني، لأن كانت الثلاثي الهجومي كان صلاح ماني فيرمينيو، هما كانوا متناغمين جدا مع بعض، كانوا بيشكلوا هجوم مرعب زي ما وصفوا بيب جوارديولا في احد محاضراته في غرفه مانشستر سيتي. قال ان الثلاثي ده هجوم مرعب بالنسبه له يعني. فكان في ما بينهم تناغم كبير، كان في ما بينهم انسجام كبير، وكده كان بينعكس على الفرق الاخرى او الفرق المتنافسه ان هي كانت بتستقبل منهم اهداف كتير. في عنصرين وقعوا من الثلاثي ده، سواء ساديو ماني لبايرن ميونخ، وابتعاد فيرمينيو بقى، سواء اصابات سواء وجهه نظر فنيه من يورجن كلوب. دي احد العناصر. تغيير خطه كلوب اكتر من مره غير موفقه بصراحه. يعني ما هي غير موفقه لان هي ما حققتش نتائج المثمره. كمان تغيير كمان مركز صلاح يعني ده عطله جدا على التهديف جدا جدا. اضافه لكده كمان العناصر الجديده اللي كانت بتدخل في الفريق، ما حصلش لسه الانسجام او التناغم الكامل ما بينهم علشان تشوف نتيجته. يعني بنشوف صلاح وداروين نونيز مثلا، بنشوف نونيز بيهدر اهداف
قدام المرمى، المرمى فاضي. بنشوف بعض الاصابات الكتيره اللي حصلت في الفريق، لعيبه كتير تقع، اخرها كانت اصابه فيرجيل فان دايك، وطبعا ده عنصر مهم جدا طبعا. جدا في دفاع ليفربول. في ضوء بقى كل اللي حضرتك تفضلتي بيه بقى، في رايك محمد صلاح هيبقى وضعه ايه الفتره اللي جايه؟ صلاح مكمل لان هو اصلا جدد، خلاص هو جدد عقده مع ليفربول، فهو مكمل العقد بتاعه مع 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 الريدز. لكن هي الفكره في ايه بقى؟ الفكره في انه كنا متعودين ان ليفربول، او من ساعه ما صلاح ليفربول يعني، ان كان في منافسه على الالقاب بشكل مستمر، منافسه على الدوري لحد اخر جوله، منافسه شديده جدا في دوري ابطال اوروبا. لحد دلوقتي احنا مش شايفين ده، هو بعيد جدا 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 عن المنافسه في بطوله الدوري. لو نيجي نبص على جدول ترتيب بريمير ليج دلوقتي، هنلاقي ان ليفربول في المركز السادس تقريبا معاه 8 او السابع كمان. ما هو السادس متساوي مع فولام، فولام في السابع. هو متفوق بفارق اهداف تقريبا معاه 28 نقطه، فارق ما بينه وبين ارسنال المتصدر بتتكلم في 16 نقطه. فكتير قوي. طبعا لقب الهداف نستعوض ربنا فيه يعني، ممكن بالنسبه يعني ما نقدرش، لان يعني احنا لسه بنتكلم في 17 جوله او 18 جوله، يعني نص السيزون تقريبا، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. مصطفى في الكائد العجيب ده موجود هناك في الدوري الانجليزي، مش هنخلص احنا ابدا. ازعل منك كده كده. هالاند مش بني ادم. لا، فهو هالاند دلوقتي 21، صلاح طبعا بعيد شويه بقى، صلاح 7 يعني، الاقرب منافسي هالاند. صلاح اكبر من كده 29. 7 اهداف. اوكي انا افتكرت السن. لا هو هالاند 23 اصلا تهيألي. 21 واقرب المنافسين لهالاند هاري كين 15، ده اللي في المركز الثاني. صلاح بعيد قوي، صلاح 7. فلسه بس لسه بتتكلم في 18 جوله، ما تعرفش. لا لسه بدري، ما تعرفش جدا. حصل ممكن يحصل ايه يعني، قبل كاس العالم وبعد كاس العالم، جدول الدوري كله ما هالاند على قيد الحياه، متوقعه ايه؟ الولد لسه صغير يا كريم. مش طبيعي يا ده، ولد مش طبيعي. لو جرى له حاجه يا كريم هتبقى بنقرب. بص كان عمال يتكلم على صفقه كريستيانو لمانشستر يونايتد، وبص اللي حصل. والله فاكر ولا انا وراه؟ انا كريستيانو مش حسيبه. فاكر لما طبعا ربنا يستر. طيب ادي جابوه لك اهو، اهو اهو طلع لك. انا عايز اسالك انا سؤال بقى يا نهاوند، هيبقى شعورك ايه لو اول يعني المفروض رونالدو موقوف اصلا في الاتحاد الانجليزي، المفروض ان هو هيلعب بقى المفروض المباريات الجايه مع النصر، شعورك ايه بقى لو لقيتيه قاعد احتياطي؟ لا ده لا يمكن يقعد احتياطي، اسمعي مني، ده لا يمكن. ما احنا قلنا كده في البرتغال. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. هم الجانب السعودي معتمد عليه اعتماد كلي، حتى التصريحات الخاصه بالمدير الفني للنصر السعودي، هو قال لك انا مش هعلمه حاجه، ده احنا هنتبادل الخبرات. الناس شايفاه هناك حاجه كبيره جدا، واضافه كانوا تحدثوا اكتر من مره طبعا، ورئيس نادي النصر، ان هو مش جاي بس عشان يلعب في نادي النصر، هو جاي يعمل مشروع. قال لك ده مشروع دوله مش مشروع نادي. فلا هو قدامه فعلا زي ما حضرتك قلتي، هو يعني يمكن الجانب السعودي هو المكسب ليه اكبر كمان بكتير. بالزبط. طيب هنخش على تشيلسي، وايه برضو اللي بيحصل يعني؟ في مفاجآت كده تحسي، ليه الدروبس اللي عماله تحصل؟ هي كل شويه دروب لاسم نادي كبير كان له تاريخ وله بطولات، ايه اللي بيحصل؟ وضع تشيلسي مهزوز جدا بعد يعني مش الفتره دي بس، من بعد رحيل رومان ابراموفيتش واللي حصل من بدايه السنه اللي فاتت، بسبب طبعا الحرب الروسيه على اوكرانيا، واضطراره ان هو يبيع النادي يعني. فمن هنا بدا الدروب لتشيلسي، وبدات اموره ما تبقاش افضل حاجه. تشيلسي كان بطل دوري ابطال اوروبا، واخد كاس العالم للانديه، وكان يعني من المرشحين انه للقب بريمير ليج، لكن فوجئنا طبعا بتراجع الاداء، طبعا مع العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي هي رحيل رومان ابراموفيتش، كمان بعدها كان رحيل توماس توخيل وتولي جراهام بوتر المسؤوليه الفنيه، مع بعض الاصابات زي اهمهم طبعا كانتي. وبعدين الاصابات كمان في تشيلسي كتير يعني، يعني تقريبا الفريق ما تجمعش طول السيزون بشكل كامل.
بالظبط. وكمان اصابه كانتي مؤثره جدا 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 في خطوات وعلى فكره التراجع والتعثرات ما وقفتش على الدوري الانجليزي بس، يعني حتى يعني تعالي نروح لريال مدريد، ما هو برده متعثر في الفتره الاخيره والدنيا مش ظابطه. اه بس مش زي وضعيه تشيلسي، يعني ريال مدريد هيلم يعني هيقدر بالظبط بالظبط، انشيلوتي هيقدر يلملم الفريق بشكل سريع غير تشيلسي. يعني تشيلسي اعتقد ان السيزون ده بالنسبه له خلاص هو كده منتهي، يمكن امله بقى في دوري ابطال اوروبا ان هو يعني يتاهل بقى لادوار نهائيه. يعني هو طبعا صعد للدوله للجوله اللي هيلعب بروسيا دورتموند، فده امله بقى ان هو يستمر في الادوار النهائيه، لكن اعتقد منافسته في الدوري الانجليزي اعتقد انها بقت صعبه جدا. يجوز بقى يكون امله ان هو يقدر انه يحجز ليه مقعد في دوري ابطال اوروبا في الدوري الاوروبي، طبعا ده في حال لو ما كملش في دوري ابطال اوروبا. يعني طيب نروح للدوري الايطالي، يعني احنا عندنا كل الدوريات بس عايز اروح للدوري الايطالي والمباراه المرتقبه طبعا ميلان وروما، برضو بتشوفي ده ازاي؟ هو روما اهدى هديه امبارح لليوفنتوس، طبعا يوفنتوس كان بعيد جدا 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 عن المنافسه، احنا بنتكلم في قبل كاس العالم، وضعيه الفريق مترديه جدا، مطالبات للبعض برحيل أليجري، الامور مش على ما يرام. الامور ايه النقله دي برضه؟ انا في حاجات ما بقتش فاهماها والله، يعني وتلاقي ما فيش اسباب، يعني مستوى مثلا يعلى لبعض الفرق ومستوى يهبط بشكل كبير وما يبقاش في سبب، يعني زي ما بتقال كده اللي واضح هو واضح او ملموس او حاجه يعني تقدري تمسكيها بشكل هو كبير. ده اصلا المميز بقى اصلا يعني هوند في الدوريات الاوروبيه ان انت ما تقدريش تجزمي بشكل 100% او بشكل كامل صح. ان تقولي ان الدوري ده هيبقى البطل السيزون ده هيبقى صحيح. كذا بس ده مش ناتج عن منافسه شرسه مع كل الفرق، يعني ده يمكن يكون ناتج عن تراجع مستويات بعض الفرق، فده خلى خريطة ترتيب المرشحين للقب الفوز بالدوري في الدوريات الأوروبية المختلفة على غرار بقى يعني غيرنا خالص هنا، يعني احنا الأول والثاني والثالث خلاص بتبقى معروفة بقى لنا 200 سنة بتتكلمي على يوفنتوس كان مركز متراجع جدا، كان في المركز التاسع أو في المركز الثامن بعد مرور أول 9 جولات تقريبا، كان في المركز الثامن، كان بعيد جدا 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 عن نابولي، وكانت المنافسة ما بين نابولي وما بين لاتسيو، ما بين نابولي وما بين ميلان أو إنتر، يعني كان يوفنتوس بعيد خالص عن حتى المربع الذهبي في جدول الترتيب. برضه فوز غالي ومهم جدا من اودينيزي في الفتره الاخيره دي حقيقه، ونرجع بقى لمباراه ميلان وروما، انه روما قدر ان هو يقلب المباراه على ميلان امبارح بعد ما كان ميلان متقدم 2-0، مباراة روما قدر ان هو يتعادل في 7 دقائق تقريبا او في 9 دقائق، وده وصل يوفنتوس لمراكز متقدمة جدا، هو تقريبا بقى تاني دلوقتي ورا نابولي، والفرق ما بينهم ما بقاش كبير، فبقى سهل ان هو ممكن يتخطاه فرصة يعني. فعلا بالظبط. كان المثير كمان في انتفاضة يوفنتوس ان هم خلال ال8 مباريات الاخيرة او فوزهم الاخير ده كان الثامن على التوالي، وما استقبلوش ولا هدف خلال 8 مباريات. دي 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 يعني دي بتنقم طبعا عن صلابه دفاعيه جدا لفريق أليجري، فالمنافسه لسه هتكمل ما بينهم، يعني ما نقدرش دلوقتي نتكلم او نقول بان بنسبه 100% او بنسبه حتى 90% ان نابولي حسم. بس انت حاسه منها ان الدوريات الاوروبيه، انا بتكلم بشكل عام مش على دوري بعينه، بشكل عام هل الدوريات الاوروبيه بنفس القوه اللي كانت عليها في السنين اللي فاتت؟ يعني دلوقتي بقينا بنتكلم عن كل فريق من منطلق النجوم اللي فيه، وكأننا بنتكلم على أفراد مش على فرق. فإيه اللي حصل نتج عنه في رأي البعض إن الدوريات الأوروبية فقدت شيء من قوتها المعتادة؟ بص أنا أعتقد وجهة نظرك دي أو أنت شايف أو اللي شايف كده هو عشان بيشوف أسماء جديدة مش الأسماء اللي هو متعود عليها، فهو بالنسبه له حاسس ان لا ده قوه الدوري بقت قليله شويه. يعني مثلا لما تيجي تتكلم مثلا انت متعود في الدوري الايطالي ان المنافسه هتبقى ما بين مين ومين، يوفي ميلان انتر ميلان، لو دخل روما معاهم لو دخل نابولي معاهم، مش العكس. فعشان كده لما تشوف مثلا جدول الترتيب فتلاقي مثلا نابولي اللي في الاول، بعدين تلاقي يوفي، بعدين تلاقي ميلان، بعدين تلاقي انتر ميلان، فتحس انه ايه ده في حاجه غلط، وازاي مش يوفنتوس الاول، مش وراه ميلان، مش وراه انتر. فعشان كده انا شايفه ان الاسماء دي هي اللي عملت اللخبطه دي. تيجي تبص مثلا على الدوري الانجليزي تلاقي مثلا دلوقتي في جدول الترتيب تلاقي الثالث نيوكاسل،
ايه ده، ده غريب جدا. ازاي مش بالظبط، ازاي مش تشيلسي، ازاي مانشستر يونايتد مثلا رابع او خامس، ازاي ليفربول سادس، تشيلسي عاشر، ازاي كده. فعشان كده اعتقد ده يعني ده اللي ادى الانطباع، ده اللي ادى الانطباع ده، انه عشان في اسماء مش انت مش متعود عليها او انت مش بتشوفها بشكل مستمر، فهو ده اللي خلاك تقول كده. نروح للدوري الاسباني، وفي زي ما بيتقال عليها مباراه ناريه ما بين اتلتيكو مدريد وبرشلونه. بس هل هي ناريه والكف ارجح لاتلتيكو ولا لبرشلونه؟ كلنا عارفين برشلونه ليست الافضل حاليا، يعني ربما في الموسم الحالي شويه ابتدت تستعيد شويه يعني القيمه بتاعتها، لكن ستيل مش دي برشلونه اللي احنا نعرفها ابدا. هو انت كلامك صح، هو برشلونه مش ماشي على وتيره واحده، يعني انت بيبقى داخل المباراه يعني ايه اللي هو هيكسب مش هيكسب بغض ومن النظر. ومن امتى الكلام ده كان بيتقال على برشلونه؟ تخيل. لا، عشان يعني الفتره اللي فاتت برشلونه عانى كتير جدا جدا، سواء بقى بتغيير مجالس ادارات، سواء كمان برحيل ميسي، سواء بالعناصر الجديده اللي دخلت على الفريق، تغيير الاجهزه الفنيه بشكل سريع، كل ده طبعا لازم ياثر على الفريق. وبعدين كمان كانت من ضمن الاسباب طبعا ازمه كورونا اثرت على كل الفرق، بس برشلونه عانى منها كتير جدا جدا، لان سقف الرواتب بتاعه او بتاع لعيبته عالي جدا طبعا. فلما جه خفض البعض رفض، مع ان ميسي ما كانش رافض. لا، ميسي ما كانش رافض، بس لعيبه كتير رفضت، وده سبب له مشاكل ماديه كتير جدا، لانه كان لازم يوفق اوضاعه كمان مع قانون الليجا الجديد لما حددوا سقف رواتب معين يعني. فبرشلونه دلوقتي مش في افضل حالاته، بس افضل من الفترات السابقة طبعا، يعني ابتدى شويه يستعيد مستواه شويه ابتدى. بس لما نيجي نتكلم هنا عن اتلتيكو مدريد وبرشلونه، مين الكفه بتاعته ارجح من وجهه نظرك؟ هي يعني هي برضو ما تتحسبش كده يا نهاند، لانه زي ما قلت لك برشلونه انت بتبقي داخله المباراه مش عارفه اللعيبه نفسها حتى ادائها في المباراه دي هيبقى مظبوط ولا لا، هيبقى جيد ولا لا، هيبقى في تذبذب ولا لا. اللاعب ليفا مثلا، ليفاندوفسكي مثلا، اداؤه المباراه اللي فاتت هل هيبقى مستمر على اداؤه المباراه اللي بعدها ولا لا؟ فهو ده اللي بيعمل. احنا بنتكلم حتى هذه اللحظه من وجهه نظرك مين الافضل؟ احنا ما بنتكلمش لسه المباراه هتبقى ماشيه ازاي، على قد مين اللي كفته افضل ارجح حتى هذه اللحظه من اللعب في الماتشات اللي فاتت. هو اللي كفته افضل، خلاص اللي كسب هو برشلونه كسب فخلاص. فهو يبقى بس تعرفي بقى ان انا مش حاسه ان برشلونه هي اللي هتكسب. لا، هو اوريدي المباراه اتلعبت وخلصت. انا بتكلم برشلونه مش هيكسب في يعني الكفه بتاعته مش هي اللي هتكون ارجح. انا بشوف اتلتيكو مدريد حتى هذه اللحظه، حتى لو هو كان خسر هذه المباراه، انا بشوف ان هو كفته ارجح ان هو يفوز. دي وجهه نظري بناء بقى على كم ماتش اتلعب، بناء على برشلونه ان هو برده لسه مش في كامل قوته. انا بشوف ان لا، الكفه بتاعت اتلتيكو الافضل. دي وجهه نظري وهيبان طبعا لسه لحد دلوقتي الوضع مش باين، بس انا بشوف كده ان هو اللي هيكسب، هو اللي ربما هو فرصته تبقى اكبر. لا، هو برشلونه قدر ان هو يحسم. انت برشلونه وميسي من زمان، انا عارفه. خلاص احنا بنتناقش فيه. بنتناقش فيه يا كريم. هو قدر ان هو يحسم المباراه وعزز الصداره وخلاص. بس فهو حتى يعني المباراه دي هي خلت الفرق ما بينه وما بين ريال مدريد، يعني حافظت على الفرق ما بينه وما بين ريال مدريد اللي هم الثلاث نقط بس، وهو المتصدر لحد دلوقتي. ف يعني خلينا نمشي مباراه بمباراه، يعني برشلونه ما تقدريش هتحسمي. بس انت ما حللتلناش برضو اللقاء، يعني انا سالتك كفه مين ارجح، ما قلتليش يعني بغض النظر مين فاز، مين كفه الارجح حاليا من وجهه نظرك كتحليل من منى عمر؟ ماشي، اتلتيكو. اتفق معاك. انا قلت حاجه؟ اتفق معاك. صح ولا غلط؟ اهو انا اسمعي الاجابه اللي انا عايزاها بالظبط. اصل انا قعدت يعني انا بتابع شويه بعد المباريات اللي بتهمني، يعني بلاقي التحليلات فعلا كان البعض بيتحدث ان اتلتيكو هو اللي كفته كانت ارجح. انت حتى لما تيجي تبصي على الاحصائيات بتاعت بعد المباراه، لا يعني هتلاقي حتى نسبه التسديدات بالنسبه لاتلتيكو اكتر من برشلونه. الاستحواذ السمه الغلبه سواء على افراد لعيبه بعينهم او على فرق، وفي كاس العالم كمان كان الكلام ده ينطبق حتى على منتخبات بعض الدول، السمه الملحوظه اكتر هي التراجع بالنسبه لايه؟ للمستويات، سواء فرق
سواء افراد سواء منتخبات، حتى في كاس العالم يعني في اسماء ثقيله جدا كمنتخبات. لو هنرجع بكلامنا لكاس العالم، ما شفناش منهم المعتاد، صح، ما شفناش منهم القوه اللي هم طول عمرهم مشهورين بيها، بما فيها منتخب البرازيل شخصيا. فاهم قصدي ايه؟ هو كان بنتكلم على برشلونه دلوقتي، وبص احنا بقالنا قد ايه بنتكلم على تراجع برشلونه، بنتكلم على تراجع يعني كل الكلام ماشي بسكه تراجع مستويات. ما هو مفيش فريق في العالم هيمشي على نفس الوتيره، بالظبط، يعني مش هيمشي على نفس الوتيره، مستحيل. لانه اكيد بيحصل عوامل ممكن يعني تاثر عليه، زي ما اتكلمنا، ممكن رحيل لاعب واحد يفرق جدا، صح، في فريق، صح. تغيير مدير فني يفرق جدا في فريق، تغيير خطه لعب حتى مع استمرار المدرب واستمرار اللعيبه تفرق جدا في اداء الفريق. ده اللي حصل مع صلاح، محمد صلاح. بالزبط. على فكره منا، احنا ممكن بعد كده لما تنورينا مره نعمل فقره عن المديرين الفنيين، وهو ازاي بيساعدوا في تقدم او تراجع الفرق بتاعتهم، لان دي على فكره نقطه مهمه جدا. هم بيبقوا عامل اساسي في فكره هنا التعامل مع النجوم في الفريق عنده ازاي بيتم السيطره والجانب المعنوي، وفكره هنا برضو التغييرات اللي بتبقى حاسمه بشكل ما وبتبقى خاطئه في احيان اخرى. فاحنا ممكن نعمل شق كامل او حلقه كامله عن ده لو حبي. خلاص تمام، ماشي، رائع جدا، هتنورينا يوم. لا لازم بجد، بس هو فاضل دقيقه تقريبا بس. يعني في الدقيقه دي بقى، لو حابه حاجه معينه تتوقعيها لنا تقوليها لنا عن الدوريات المختلفه الاوروبيه، اتفضلي. بلاش اتوقع. مع انك والله كنت بتتوقعي بتبقى صح، فاكره؟ بلاش اتوقع. انا توقعت فرنسا هتخرج من المجموعات اصلا. وتوقعت كريستيانو مش رايح النصر. ايوه. طب توقعي بقى حاجه الناس بنحبها. بس كنت متوقع، يعني كنت اتمنى، ما كانش توقع، كنت اتمنى ان الارجنتين تكسب كاس العالم، والحمد لله كسبت كاس العالم. فانا توقعت معايا الفتره الاخيره مش ماشيه خالص. توقعات مش ماشيه معاكي؟ مش ماشيه معايا خالص. نورتينا يا منى. نورتينا والله يا منى، معانا جزيل الشكر. نروح فاصل ونرجع مع حضراتكم عشان ينضم لينا الاستاذ محمد صادق ونتكلم عن نوستالجيا نادي الاهلي. خليكم معانا.